بعد مرور سنتين على القناة، كنت من بدايتها يا جماعة كنت خائف أن يصل هذا اليوم، اليوم الذي تقريبا كل يوتيوبرز العرب أو الأجانب يخافون منه. فمعظم يوتيوبر العرب وصلوا إلى هذه المرحلة وهو نقص المحتوى. في بداية جماعة، في أي بداية اليوتيوبر في اليوتيوب يبحث عن محتوى ينقل قناته أو يطلع قناته. أنا جماعة وجدت فري فاير هي أكثر لعبة وجدتها وأطلت بها القناة وجعلتها تصل 1000 مشترك. لا تقل 1000 مشترك شيء قليل، لأن أنت يا عزيز المتابع افتح قناة وأصلها إلى 1000 متابع بدون أي تعب. نزل مقاطع يومية، شبه يومية، وأتحداك أسبوع واحد في اليوتيوب أصل إلى 1000 مشترك. إذا وصلت إلى 1000 مشترك فأنت أسطورة، سأرفع لك القبعة. أنا سنتين العمل جد وصلت إلى 1000 مشترك. فيا جماعة، لمن لا يعرف قصتي في اليوتيوب، فأنا كان هناك أشخاص كثيرين قال لي يا زيزو ستفشل، أنت فاشل، أنت لا تفعل أي شيء، أنت الأخي ليش لما تفتح هذا اليوتيوب، اذهب لأمر كامل شيء آخر، أنت لا تجع. نعم، لكن لم أستسلم وتابعته حتى الآن، حتى وصلت إلى 1000 مشترك. فألف مشترك ليس هدفي الحقيقي حاليا، بطبيعة الحال هدفي الحقيقي هو 100,000 مشترك لأدخل في شراكة فري فاير إن شاء الله. تعرفون الشخص الذي بنى منزله وحمى رأسه من الأمطار، أليس هذا أهم شيء؟ لا أريد أي شيء آخر، مثلا تزوين المنزل أو أعملي أو وضع فيه أثاث غالية، لا يهم، المهم أني أعيش فيه مع امرأتي وأبنائي. هذا هو الشيء الجمالي أريده في القناة، تصل على الأقل 1000 مشترك وأربط ألاسا مشاهدة الحق فيه الأرباح. فألف متابع وصلتها الحمد لله، لكن تبقى فقط 4,000 مشاهدة. لكي أصل 4,000 مشاهدة علي أنزل فيديوهات بشكل يومي، فهذا أصعب شيء يا جماعة، لأني لم أجد أي محتوى أنزله في القناة على اليوتيوب. لذلك يا أخي المتابع أو عزيزتي المتابعة، اشترك في القناة تكون جديد وفعل جرس التنبيهات. أخبروني أيها الأعزاء المشاهدين أي محتوى تريدون ترونه في هذه القناة، فإن شاء الله ستعود عودتي إن شاء الله بكل قوة. في هذه الأيام وجدت أي محتوى يهمكم، شكرا لكم لمن كل شخص دعمني. صارت قررت أن أعتزل اليوتيوب، لكن فكرت أن أعود إلى المحتوى مرة أخرى، لكن أحتاج إلى لعبة تكون أفضل وتكون دائمة للقناة وتكون سبب في نجاح القناة أكثر من فري فاير. فيا جماعة، إن أردتم جزء الثاني من هذا الفيديو فقط ضعوا اللايك واكتبوا في التعليقات. أعرف لن يكون الدعم كافي في هذا الفيديو، لكن